التليفون مهندس شريف حبيب محافظ بني سويف. سيادة المحافظ صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، بنهني حضرتك طبعا في البداية. الله يبارك فيك، متشكر جدا. طيب انا برضو هسأل حضرتك السؤال التقليدي، وعارفين ان في على عاتقك مهام كتيرة، بس عندي يعني استفسار بالأولويات وأيضا الاستعانة بالنواب أو المساعدين اللي يعني هيعملوا معاك وهيشتغلوا، التحديات اللي بتقابلك وإزاي هتقدر ان انت تستعين بموظفين أو ناس منهم شباب. اتفضل يا فندم. هو طبعا أول حاجة الواحد هيتعرف عن قرب من خلال تقريره على الواقع، على الأحوال وعلى المشاريع، بالذات المشاريع اللي هي مفروض تكون بتتنفذ أو توقفت. يعني كان في توجيهات من الرئيس إن في مشروعات كتيرة يعني توقفت من فترات طويلة لأسباب، صحيح صحيح، أسباب فنية، يعني الدولة صرفت فيها فلوس ولم تحصل على العائد المطلوب منها. فدي طبعا إنجازها أولا معناه إن إحنا بنحيي فلوس ضخت في أصول ثابتة وبتعود بالفايدة على بفايدة على المواطن، ودي بتبقى حاجة سريعة لو تمت ونجحنا فيها، دي بتبقى أهم حاجة طبعا. مظبوط. فندم احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي برضو كمان على التعاون ما بين الجهات المختلفة، وحضرتك اكيد هتحتاج الى تعاون حضرتك يعني محافظ مع بعض الوزارات، منها وزارة الاسكان مثلا. حضرتك شايف التعاون ده ازاي؟ التعاون لازم فيه تعاون وفيه تنسيق. هو في اي عمل في مجموعة عمل وفي لازم تعاون، لو مفيش تعاون مهما كانت مفيش انجاز. ويمكن احنا الحمد لله من خبراتنا وخبرات السابقه كنائب رئيس مجلس اداره المقاولين العرب ان احنا بنتعامل مع كل القطاعات في الجمهوريه كلها، والحقيقه التعاون ده كان تملي، هو كان سر يعني من اسباب نجاح المقاولين العرب. كل المسؤولين وزارات ومحافظين، احنا كعملنا في مقاولين العرب نتعامل مع الوزارات ونتعامل مع المحافظين والحكم المحلي كله، فالتعاون بيجيب نتيجة كويسة يعني، وبيبقى لصالح الجميع يعني. أكيد يا فندم، أنا طبعا بهني حضرتك مرة أخرى و